موجز الرابعة من انفجارات. أهلا بحضراتكم. قال الرئيس النمساوي ألكسندر فان دا بيلن خلال زيارته الرسمية لبلجيكا أن الحرب في أوكرانيا ستؤثر على أوروبا بأكملها وستغير النمسا، داعيا إلى الوحدة الأوروبية في مواجهة الحرب ضد أوكرانيا أكثر من أي وقت مضى، والتحدث والعمل معا، حيث أننا نواجه حاليا حربا عدوانية مروعة وقاتلة في أوكرانيا وفي أوروبا أيضا. ومن ناحيته قال ملك بلجيكا فيليب النمسا ليست محايدة عندما يتعلق الأمر بالديمقراطية وقيمنا، حيث تظهر النمسا تضامنا مؤثرا مع سكان أوكرانيا المجاورة. كما ناشد الملك وضع حد لهذا العدوان العسكري الذي وقعت أوكرانيا ضحيته في أسرع وقت ممكن. قدمت وزيرة العدل ألما زاديتش ووزيرة الدولة كلاوديا بلاكوم التغيرات المخطط لها على قانون الوساطة العقارية اليوم الثلاثاء، والذي يقر عدم نقل عمولة الوسيط إلى المستأجر في المستقبل ليتم دفعها من قبل الشخص المفوض. ويعد هذا التغيير خطوة مهمة نحو تخفيف العبء على كاهل الشباب وذوي الدخل المحدود على وجه الخصوص، خاصة في أوقات التضخم الهائل. وأوضحت زاديتش أنه مع مبدأ الطلب الذي تم تقديمه، فإنه سيكون من المضمون أن يكون من يطلب يدفع وليس العكس. ووفقا لزاديتش والنائب يوهانس سينجر، فإن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ نهاية العام الجاري أو بداية عام 2023، اعتمادا على المدة التي تستغرقها العمليات البرلمانية. أدانت محكمة سالزبورغ الإقليمية 8 من المتهمين 14 معظمهم من لبنان وسوريا، وذلك في قضية الاتجار بملايين من حبوب الكبتاجون المخدرة أو ما تسمى بالحبوب الجهادية والمهربة من لبنان عن طريق البحر، والتي تسوقها ميليشيا حزب الله الإرهابية لتتم إعادة تعبئتها في النمسا في أفران وأجهزة إلكترونية وإرسالها إلى السعودية للبيع. وقد حكم على المتهم الأول بالسجن 9 سنوات وعلى نجله بالسجن لمدة 6 سنوات ونصف، والآخرين لمدة تتراوح بين 2.5 و7.5 سنة. وتم تبرئة 6 متهمين والأحكام ليست نهائية، وتم اختيار الالتفاف عبر أوروبا لأن السيطرة على الواردات من الاتحاد الأوروبي في المملكة العربية السعودية أقل بكثير من السلع المستوردة من الشرق الأوسط. على غرار وزير العمل مارتن كوخر، يتوقع يوهانس كوبف رئيس مكتب العمل أن يتم دمج الأوكرانيات بشكل أفضل مما كان عليه الحال مع النساء الأفغانيات أو السوريات. وقال كوبف أنه من أجل إدخالهم إلى سوق العمل يجب أن يكون هناك عدد كافي من أماكن رعاية الأطفال، حيث يتبين عند الحديث معهن أنهن يبحثن عن عمل، وهذا ما يميزهن عن النساء اللاتي هربن من سوريا وأفغانستان حسب وصفه. وناشد كوبف رؤساء البلديات بوضوح شديد أنه لا يمكن أن يكون مقياس الدعم الكلي لهن ناجحا إلا إذا كانت رعاية الأطفال يتم توفيرها. كان هذا موجزنا، ونلقاكم على رأس الساعة 6 في قراءتنا الإخبارية الموسعة. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.